الحقيقة أنه قبل بداية الخبر اللي هنقوله لازم بالتأكيد نوجه التعزية لأهالينا في لبنان على طبقا للأرقام 28 متوفي في حادث عقار. ده طبعا غير 80 من المصابين. نعزي الشعب اللبناني في 28 متوفي رحمة الله عليهم ونحتسبهم شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى لل 80 مصاب ان هم يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم ويقوموا بألف سلامة. لكن حادث من هذا النوع يستوجب المناقشة، لأنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده ما يحدث في لبنان يستوجب فعلا تضافر القوى العربية بل والإقليمية بشكل عام في حل الأزمة اللبنانية. انفجار صهريج وقود في عكار مش هو الحادث الوحيد، مش عاوزين نرجع تاني بالذهن إلى حادث الميناء في بيروت إلى آخره. خلونا ناخد عبر سكايب من بيروت الكاتب والباحث اللبناني الأستاذ شادي نشابة. أهلا بيك يا أستاذ شادي. طيب في عيب ما في الاتصال، هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بالأستاذ شادي نشابة. أنا هرجع معاكو على ما الذي حدث في عكار، انفجار هذا الصهريج من الوقود. الدولة بتحاول قدر الإمكان أنها تعمل زي مداهمات لأماكن تخزين الوقود لبيعه في السوق السوداء أو في السوق الموازية. كما حضراتكم تعلمون أصبح ده للأسف الشديد مسألة السوق السوداء والأسواق الموازية جزء من للأسف الواقع اليومي اللبناني. خلونا ناخد معنا على التليفون الكاتب والباحث اللبناني الأستاذ شادي نشابة. أهلا بيك. مساء الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام. أستاذ شادي، طبعا تعزينا في الوفيات، أظن 28 قتيل حتى الآن طبقا للأرقام المنشورة وقرابة 80 مصاب، فنتمنى لهم بالتأكيد الشفاء والعودة إلى منازلهم. لكن أنا هرجع على الروت كوز، ما الذي تسبب في هذا الانفجار؟ مش مسألة السبب في جرم، لكن السبب الرئيسي سواء إذا كان وراء هذه الأزمة الاقتصادية أو الفراغ السياسي أو ما يحدث في لبنان. أولا مثل ما ذكرت الله يرحم كافة الشهداء ويصبر أهالي الضحايا، نتمنى الشفاء العاجل لكافة الضحايا. بموضوع المسبب الرئيسي هو نفس المسبب لانفجار بيروت، الإهمال، عدم وجود المحاسبة، ذهنية المحاسبة والمساءلة، وعدم تفعيل السلطة القضائية في لبنان، وعدم وجود أي حل من الحلول السياسية المطلوبة في لبنان. يعني على سبيل المثال تشكيل حكومة أخذ حتى اليوم حوالي عام، ولبنان في عمق الانهيار، ولبنان يمر في أزمات مختلفة إن كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ومالية. فالمتسبب أو المسؤول الوحيد عن هذا، عن ما حصل في عكار، هو نفس المتسبب عن ما حصل في تفجير انفجار بيروت. هو نفسه المتسبب الذي أوصل لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي. هو نفسه الذي يضع الناس أمام طوابير الذل، أمام محطات المحروقات. هو نفسه من لا يؤمن الدواء للمواطنين اللبنانيين. هو نفسه من لا يؤمن الحليب للأطفال. فبالتالي الإهمال السياسي، عدم وجود أو نضوج المسؤولين، النكاف والمحاصصة السياسية الطائفية السياسية في البلاد، كل ذلك هم المسؤولون عن ما يحصل أو ما حصل في عكار وما ممكن أن يحصل في المرحلة المقبلة. للأسف لبنان يعيش بشبه فراغ كامل من كافة النواحي. يعني يشعر المواطن اللبناني بأن لا يوجد لأي مكون أو أي سلطة في لبنان ممكن أن تخرجه من عمق الزجاجة. فعلى أمل أن يكون هذه الفاجعة أن تكون مرحلة للبدء بمرحلة حد من الانهيار، ولكن لا أعتقد للأسف حتى اليوم هذا النضوج السياسي المطلوب من قبل السلطة السياسية. يعني لو حصل هذا الانفجار في أي دولة في العالم لشكلت الحكومة خلال ساعات، أما نحن ما زلنا في هذا النكاف السياسي، وحصة من هنا ووزير من هنا ومزير من هناك، ونكاف ما بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية. حصل انفجار بيروت منذ حوالي عام، وعدت السلطة خلال 5 أيام أن تجري التحقيقات وأن يقودوا المسؤولين إلى السجون. حتى اليوم المسؤولون الجديون عن ما حصل في انفجار بيروت لم يتم محاسبتهم ومساءلتهم. انفجر
أهم مرفأ من أهم مرافق في مدن بحر المتوسط مرفأ بيروت. صحيح. الخسائر كانت بمليارات الدولارات، وحتى اليوم للأسف لا يوجد رؤية اقتصادية ومالية لما حصل في انفجار مرفأ بيروت. فبالتالي المسؤول هذه السلطة السياسية بسبب أدائها السيء، أدائها السلبي.